ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أدانت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء مصطفى السملالي الملقب بعلال القادوس بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم. الحكم الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء جاء بعد متابعة القادوس بتهم إهانة المؤسسة الملكية، وذلك على خلفية بثه شريط فيديو وجه فيه عدد من التهم إلى أحد أمراء الأسرة الملكية. وعرف القادوس مؤخرا ببثه لعدد من الفيديوهات التي يهاجم فيها بشكل غير لائق شخصيات سامية ومسؤولين، ويوجه لهم تهما ثقيلة دون ما الكشف في أشرطته عن مصادر هذه التهم. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.